يا سلام، أنتيكة يا واد يا خصوصي. 38. خاتم ابويا يا ولاد الارندلي. فين الخاتم الاثري بتاعي يا ولاد خصوص الزفت؟ علي النعمة ما شفت. اخرس يا كاذب. خصوصي مش بعادة يعني قلبك يتلف وتنزل مظاهرة ضد الانكليس. بصي المظاهرة. يا والدي المظاهرة. اخيرا صحيت فيك روح الوطنية يا خصوصي أفندي يا مناضل. يا مناضل خد دي منشورات ضد الملك وزعها في المظاهرة مع رفقاتك. يا مناضل هل بت فاكرني ثوراجي؟ يا والدي أنا خوجة، يعني آخري أضرب بالنبلة من الشباك. أصل الخاتم اللي أنت خاتم إيه قصاد الواجب الوطني؟ ولادك شحاتة وصلاح وحسنية لازم يشوفوك وانت بتكافح من اجل الجلاء. عايزك ترجع لهم شهيد ويترحموا عليك. لازم تبقى بطل زي ابوك وجدك. جدي؟ اللي هو جدي عمل ايه؟ جدك اللي حمى السكين لسليمان الحلبي. وانت يا والدي عملت ايه؟ أنا اللي حميت الحصان اللي ركبه عرابي قصاد الخديوي. وأنا اللي راح أحمي الفرن اللي حنولع فيه كلنا على إيدين الإنكليز. الفرن الناحية دي. ما تقوم تفتح ولا مستنيني أقوم أنا. يلا أنت يا خصوصي. يلا يا حبيبي عشان تلحق المظاهرة من أولها. أمي يا مصري مصري دايما بتناديك. بتناديني إزاي بس يا والدي؟ وهي تعرف اسمي منين؟ أنا قلت لها هبا واسمي نصري نصري دي الواجب عليك. غير مستحيل يا والدي، لا ممكن أبدا. دي الحجة اللي تثبت ملكيتنا للبيت ده. اهي لو نزلت توزع المنشورات حدها لك. اما بقى لو تخاذلت فححرمك منها واطردك من بيت العزة والكرامة والشرف. واولادك دول مش هتشوفهم تاني لان اولادك دول لازم يطلعوا زعماء ومناضلين. أنا كان كل همي أحابي على أولادي وربيهم تحت سقف بيت آمن. هتوحشوني قوي يا أولادي، هتوحشيني. الاستقلال التام أو الموت الزؤام. الاستقلال التام أو الموت الزؤام. الاستقلال التام. الاستقلال التام أو الموت الزؤام. الاستقلال التام. الاستقلال التام أو الموت الزؤام. الاستقلال التام أو الموت الزؤام. زؤام يعني أو الموت الزؤام. ما سألتش أبوكي. الاستقلال التام أو الموت الزؤام. Yeah.
الحروف دي تعمل بيها رقص الشجر الاسود. بص الرقص تعملني بس يا عم رجه، دي يجي لها بتاع 40 رقم ورق من نوع الاكسره، خدهم بالكليتين يا عم رجه. قلت لك مش عايز منصورها. ايه يا عم رجه انت هتحولني ضفدعه؟ ايه ده كده يا عم رجه بعدين تقصر. هقول لك يا عم رجه خدهم بالشنطه، ادفع نكله دلوقتي ونكله العيد الكبير. النكلتين يا عم رجه بتاعه بتعمل بيهم قراصيص طول السنه. ايه ايه ده انجرح في المظاهره خادم ابويا. اهرب يا خصوص افندي، اهرب يا بطل. ايه ده انت بتوزع منشورات معلم؟ ده انت عبقري عبقري عبقري. يلا تحيا يا بس. هو الحظ المحبوس امتى؟ اول ما السفينه تطلع بره مصر المحروسه اي حد يسالك تقول دي سفينه عم القبطان شوكت بيك الموازين. ربنا يوفقك. الموازين شوكت بيك الموازين. مع السلامه يا بطل. شوكت بيك الموازين شوكت بيك الموازين. ادخل. أبوكم البطل هربان من وطنه لأجل ما يكمل رحلة كفاحه في بلاد الفرنجة. مناضل مناضل. طلع ايه؟ ما طلعش حاجه خالص. نظيف معهوش اسلحه، كل اللي معاه شويه ورق وملوش معنى. بس حالته الصحيه محتاجه رعايه. اول ما يفوق هاتهولي وارفعوا حاله الاستعداد الامن للمرحله القصوى. تفضلوا. جميله افندم. ايه يا جميله هتفضل تقلان كده على طول يا جميل؟ يا سياده القبطان انا قد بنتك فطلعني من دماغك بقى علشان مفيش فايده. الراجل فايق يا فندم. مناضل مناضل الحمد لله على السلامة. البت احنا وصلنا لبلد الفرنجة. احنا لقينا بطاقة تاريخ اصدار سنة 41 عليها صورتك واسم خصوصي ابو العيلة. عملتها ازاي دي؟ خصوصي افندي ابو العيلة شحاتة وعمي بلا فخر هو ربان سفينة درة المواني اللي احنا عليها دي شوكة بيك الموازين. احب اقول لك يا فابريكة الكراميلا ان البطاقة دي قديمة وكان حتما اجددها عشان اكتب فيها خوجة بدل طالب. اصلي بعد ما اخدت شهاده البكالوريا. طب ممكن تقعد هنا من فضلك؟ طالب مش عارفه ليه حاسه انك طالع من فيلم ابيض واسود. فيلم؟ والله فكرتيني، انا اخر فيلم دخلته في السينما كان فيلم الورده البيضاء، كان في سينما الكروسال. واول ما طل محمد افندي عبد الوهاب على الشاشه قطعنا ايدينا من التسبيح. يا خساره، كان بودي ادخله مره كمان قبل ما اهرب. تهرب؟ تهرب من ايه بقى؟ اصل ظنوا فيا اني وطني، هربوني من ايدين الانجليز على صندوق خشب. صندوق خشب. عموما انت بقالك كام يوم في البحر، واضح ان عندك حاله فزعان عليك. افتح بقك افتح بقك. ها افتح. اوعى
اوعى. سيادة القبطان عايزه. سيادة القبطان عمي شو كان ليك المواجهة لو حبيتي ليه في ايه؟ ايه البوستاج اللي داخل عليا ده؟ ولا اوعى تصيع عليا، اوعى تفتكر ان انا مولود اساسا ابطال، انا كنت باجر شماسي على البلاش. الصمت ملازي لحين ما تشيعوا لحضره ربان السفينه. عمي شوف يا ابني، انا عايز اعرف انت جاي هنا تعمل ايه وايه هدفك، والا هرشق دماغك بالاسهم اللي معايا دي، وانا خطتي ما بتعيبش. أه. المخطط بتاعك تجاه الاجانب اللي على المركب؟ مخطط ايه واجانب ايه يا سيدنا البيه؟ البت احب اقول لكم انا بعيد تمام البعد عن السياسه. لو انتوا تبع عمي شوكت ليك الموازيني فانا احب اقول لك اني وطني من الدرجه الاولى ممتاز. سيب كل حاجه مكانها. كنت هنشرع الانجليزي من دول بالنبله انزل له صف في مانع. اما بقى لو كنتوا بتتعاونوا مع الانجليز فانا لقتلت عسكري انجليزي ووزعت منشورات ضد الملك. يا ابن اللذين العيب. يعزل ويسلم لسلطاته تشديد الحراس عليه. انت هتجنني يالا؟ هتعمل فيها مجنون؟ انا اجن منك، انا اللي علمت السمك في البحر العوم يالا. ودي كمان اخرس. اعلم المركب لمت. لمت ايه؟ قلت بيئة. طب يا استاذ لمت ايه بس يا بيه؟ ايه احنا مع بعض كلنا. خصوص ابو العيلة الله يرحمه، بصفتي محامي العيلة والمصلح العام ومحرر محاضر الصلح بينكم احب اقول لكم ان فكرة بيع البيت ده مستحيلة لان مفيش اوراق لملكيته. الله يحرقك. لكن بما انكم فيه من حقكم تنتفعوا بيه على سبيل الاقامة. وإذا كنا مش طايقين بعض؟ طب علي النعمة ورحمة أبويا الغالي، إن شاء الله تشك في قلبي، أنا لا أحمل ذرة ضغينة لشحاتة وحسنية. أي مالك؟ إن شك في قلبه لأنه كذاب. طب إذا كان الحل الوحيد عشان نخلص من النقار اللي بيننا ده إننا لازم نفترق، يبقى حتما تلاقوا حجة ملكية البيت، يا إما تعصروا على نفسكم لمونة وتستحملوا بعضكم. لا ناصر أحسن. معاك لمونة يا متر؟ يا بقولك ايه، close your eyes give me your mouth. يا ابن ال Thank you.
الواد النفساوي ده. اوتوموبيل، كان في اوتوموبيل صغير بيطاردني، اكيد من الانجليز. تاني الانجليز؟ ما تبطل بقى التخيلات دي. وعلى فكره القبطان شريف موجود هنا وبلغ عنك. بلغ عني؟ هو انا حافظ المطارد كده؟ هنا الواحد مش عارف هو هربان من ايه، وهناك كانوا بيتهموني اني قتلت عسكري انجليزي. قتل؟ انت تقتل؟ شكلك ما جابش قتل خالص. صدقيني يا هانم انا مش بمثل، انا والله العظيم هربت من الانجليز على سفينه دره المواني في 18/5 سنه 1951. صدقيني بقى. دره المواني خصوصي يا فندم. انا مش عايزه اشوف طربوشك ده في اي حته اروحها تاني، ومن غير لو سمحت. سياده القبطان، عروسه النيل. ازيك يا جميله؟ جميله تصدقي انا بقالي 25 سنه في البحر. اي نعم في ثلاثة منهم مراكبي، لكن أول مرة أحس بدوار بحر النهاردة. أنا اسندينا جميلة. سيادة القبطان من فضلك ولا حركة، إحنا كده وزنين المركب، المركب ممكن تغرق وعليها أصعب. دقايق والتقرير اللي طلبته على خصوصي هيكون عندك. عن إذنك. جميلة. أفندم. خصوصي إيه في الحر اللي إحنا فيه ده؟ دي ليه مش شتية؟ ممكن تصيفي؟ صيفي. تصدق إنه بيقولوا إنه كان على سفينة سنة 51 اسمها دورة المواني؟ بيخرف درة المواني. جميلة، مين اللي قالك عن درة المواني دي؟ خصوصي بيقول انه كان هربان على السفينة دي وفجأة لقى نفسه هنا. هو فعلا انا اسمع عن درة المواني انها اختفت، طلعت من اسكندرية سنة 1951 واختفت في مثلث برمودا. بقولوا ان المثلث ده في احتمال هناك، احتمال ان في فجوة زمنية بتحول اي حاجة تعدي على المثلث ده لزمن تاني. لو الحكاية دي بجد يبقى عنده حق. بقولك يا جميلة، ما تيجي نختفي. تعالي تعالي. بس انت بتعمل ايه يا سافر؟ بقولك حاجة مهمة. انت كنت ولا يا سافر؟ سافر، احنا مش هنسافر دلوقتي. دلع عارف في عمليه. ايه ده؟ سبت ايه اللي بتوع ضرب الهواء يا فاسد؟ خدي. ايه ده؟ انت بتضرب ضرب قديم يالا؟ اي نعم. خدي. ايه ده؟ ده قديم كذب. لا استنى عشان اتصل بغفر الصواحب يهدموك. يا هارب يا متهرب. الو، اوعى المعزه بتاعتك دي. عادي باشا، الواد اللي انا كنت متحافظ عليه في المركب قدامي اهو، انا هقبض عليه لغايه ما القوه بتاعتك تيجي تقبض عليه. سلام يا باشا. الراجل اتجنن من قوه ضربتك دي. كلم حته حديده. حديده واتجنن تضربني ضربه قديم. خد الجديد يا لهوي. اهلا 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 سعاده الباشا. لا باشا ايه ده، انا مجرد افندي ومش طمعان في البشاويه. خد راحتك على الاخر يا باشا واعتبر الموضوع منتهي. اشكرك بشده. قدام واد معفن كده من بتوع اللي بيتنططوا على مراكب السياحه اليومين دول، هشطفه قام قام واجي لسعادتك. ماشي يا باشا، مع السلامه ده. مع السلامه. ايه؟ لا انا مجرد حبه فقعدت. هو ايه؟ خصوصي ابو العيله شحاته. لو افندي مضايقك بلاش منها. ولا انت انتحاري ولا قاعدي ولا جهادي ولا تكفيري؟ انا مصري. صباح الاستهبال. يسعد صباحك يا فندم. تبان عليك يا هبل يالا، معاك اثبات شخصيه؟ لا. ايه اللي طلعك على المركب يالا؟ هقول لك. اصل الافنديات كنت ببيع المنشورات لمالة الليل، كنت بطلع الخاتم لدين القتيل، وانا هنا واقع في عرضكم اللي تحموني. يلا ركز معايا شويه. يلا حكايه يلا دي مش ولا بد، ده هناك في مصر. احنا هنا في مصر يلا. طب احنا في مصر، فين صوره مولانا؟ بلاش. فين العلم؟ علم ايه؟ العلم الاخضر، الهلال، والثلاث نجوم. اسكت. ايه؟ مش اتغير بعد الثوره يا راجل؟ هي المظاهرات لحقت تجيب نتيجة؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لك ايه، مش هتقول لي بقى عايزنا نحميك من ايه؟ من الانجليز. في حد من اهلك عايز يستلمك ولا سلمك لمستشفى المجانين؟ والله لو احنا هنا في مصر يبقى ابويا عايز. في حد يجي يضربك؟ انا كلمت القبطان شريف وهو جه دلوقتي عشان يتنازل عن المحضر. ما تقلقش يا خصوصي، انا اللي هضمنك.
خديه وامشي. وادي المحضر اهو. انا ممتن ليكي على وقوف الجنب. انت اللي بتشكرني برضو لازم دخلت الاسم بسرك. اتفضلي يا هاني. ايه المغارة دي؟ انت ليه بتعملي كل ده علشاني؟ مش عارفه، بس يمكن لانك حاله نادره، او يمكن لانك بتفكرني ببراءة وطيبة ما بقتش موجودة دلوقتي. صدقي ان سيادة الاميرة لاي بيعتقد ان احنا هنا في مصر المحروسة. خصوصي انا هقولك على حاجة وعارفة انه صعب جدا على اي حد انه يستوعبها او يصدقها. السفينة اللي انت كنت عليها سنة 51 درة المواني دخلت في منطقة غامضة بيسموها مثلث برمودا، والمعروف عن المنطقة دي ان فيها فجوة زمنية، واي حاجة بتعدي عليها بتختفي والزمن بيقف عندها. وانت شكلك كده دخلت جوه الفجوة دي واتنقلت لسفاجة في مصر بس في سنة 2005. خصوصي انا خدت عنوانك من الحجة وهنزل مصر ادور لك على اهلك النهاردة واحاول اجيبهم لك. ده مفتاح اوضة هجسها لك هنا في الاوتيل. خلي بالك من نفسك. انت برضه ال 2005؟ انت عايز نبقى سنة كام؟ عشرينات ولا اربعينات؟ هو في حد في الزمن ده زي ولا انا لوحدي اللي كده؟ اللي انت عامله في نفسك ده انت بس اللي كده. اصل امبارح كان سنة 51. ما تسيبك من 51، تعالى نعيش 2005. بعد اذنك عشان تعبان شوية. واضح انك تقلتها قوي يا بطربوش انت. ما تيجي نتفاهم. هجيبك. الو، شوي سونج داخل وشاط تخبط في الحيطه وتروح لكيم دو ناحيه الشمال. ماشي كيم دو وبيرفع وتخبط في ستام وتبقى ضربه مكسوفه نار حمراء. What the hell are you doing? جواز عفريش من فؤادة. وكنا ساكنين في البيت ده. عخير. Can I ask you something? هي حصلت. قبل ما أقول أي كلمة في الدرس كل واحد فيكم يدفع ثمن الحصة. أها. ومحدش يقول لي بابا لسه ما قبضش. مش هقبل اعذار. ايوه هات الفلوس، هات الفلوس. ايوه برافو انت شاطر. هات ايوه. ايه يا ابني الفكه دي؟ ليه كده؟ انا بديك المعلومات فكه، بديك الحصه كلمات متقاطعه، يبقى صححهم. يلا يا اولاد، ايه انتوا نسيتوا النظام ولا ايه؟ مش هتشتروا؟ يلا يلا. ايوه استنى رايح فين؟ هي واحده بس انت بتكبش. ايوه استنى دي غليت كويس. ايه ده؟ انت ما قلتش تشتري ليه؟ قوم اقف يا ولد. هسألك سؤال لو ما جاوبتش عليه هعبطك. طب علي النعمة يا سيادة القاضي، الراجل الغلبان ده ما سرقش حاجة، الراجل المفتري ده هو اللي سرق وشفته بحباب عينيا، الراجل الغلبان ده بيجري على خمس عيال وابوهم، الراجل المفتري ده بيجري على رجليه سعادتك. أحمس ما كانش بطل بالصدفة، لا لا لا، ده أبوه كمان كان بطل، ضحى بحياته ضد الهكسوس، تمام؟ صلاح رايح فين؟ المرة دي أنا اللي حملك عنك.
خليك في احمصك والهسوسو يا سوسو وسيبنا نسترزق بقى. انا ناظر مدرسة وراء المحمدي ويبقى اخويا شاهد زور في المحاكم. الوراء المحمدي دي كلها فصل واحد ودورتين مية. انا عارف انت بتحقد عليا ليه، عشان انا بقف قدام القاضي اقول الكلمتين اقفش الخمسناية، انت بتقف ساعتين تنتع في التاريخ واخرك 2 كيلو برتقال ومن غير سرة. ابو سرة. نعم. يلا يا عيال روحوا، وانت لم تبشيرك احمد يا حسنية ما تعوميش على عمو اللي مش عاجبه يسيب البيت ويخلع. يا رب حسين وصلاح هنعرفك يعني هنعرفك كل يوم سيب موال. يا انتوا عيلة وش جت في البلد. عرفت انتوا عايزك بيفاشوا منك ليه؟ يا عينك السودة دي. روح روح. الحاول حاول. ايه في ايه؟ الباب يخبط. ايوه بس مين اللي هيخبط علينا؟ هو احنا ما بيجيناش حد خالص، يبقى اكيد حد جاي يشتري البيت. يا نهار اسود. يلا يا ولد اطلع السخان فوق. يلا روح افتح الباب. روح افتح. انت مش راجل. انت الست بتاع البيت. انت راجل اللي انت حسين راح تفتح البيت. ولا خلاص انا هفتح الباب. نفتح فين بالمعاشه اللي انت لابسها دي؟ اطلع وانضف نفسك الاول. خلاص اديله في خدتك. يا ساتر. انا اللي افتح. تفتحي فين بلبسك المعفن ده؟ لا لا كده بقى فستان. فستان انت ابو الريحه هتعملي فيها ايه؟ اطلع استحمى الاول. افتح الباب يا زفت. يلا قدام. قلت افتح الباب يا زفت. حاضر يا بابا هفتح. جميلة. منزل الاستاذ ابو العيلة شحاته؟ ياه الله يرحمه، ده منزل شحاته خصوصي ابو العيلة شحاته والدي وانا ابنه تامر. وانت مين؟ جميلة. وانا قلت كده برضه. دكتورة جميلة ممكن اقرب من فضلك؟ اوي اوي فضلك. شكرا. مين يا زفت؟ دي واحدة جميلة أوي يا بابا. وبتقول إن اسمها جميلة مش كده؟ لو جاية تشتري البيت دخلها بسرعة يا زفت. زفت ده اسم الشهرة، إنما بغض النظر عن سبب الزيارة إنما ممكن تفضلي. شكرا يا زفت. اتفضل يا بابا. اهلا وسهلا. مساء الخير. انا جميله. وانا بقدر الجمال. اتفضلي. اتفضلوا اتفضلوا. بدايه احب اقدم لك المستشار التعليمي الكبير شحاته خصوصي ابو العيله شحاته. قدمني كويس. ويلكم. قدمنا انا مين ويلكم؟ وانا تامر. طبعا اتعرفنا من شويه. الشيخ راس يا زفت. ايه ده؟ يروح فين؟ بانها هتشوف الشقوق اللي في الحيطه. يا هانم انا مش ببالك بيت، انا ببالك تاريخ. حيطان البيت ده فيها عبق الماضي السحيق. ده جدي ابو العيله باشا شبعي. ستي كانت بتوحم عليا. وده ابويا خصوصي افندي. فعلا مش معقول. طبعا مش معقول، لانه كان اكبر نشنجي بالنبله. طبعا ده بيت صنع تاريخ. انما لو حضرتك يعني ناويه تهديه وتبني بدله برج 46 دور براحتك، بلا تاريخ بلا جغرافيا. يلا نلحق قبل ما تزني. يلا. طب عليا النعمه ورحمه ابويا الغالي ومليك عليا حلفان، حيطان البيت ده مدفون تحتيها كنز من ايام الخديوي عباس. صلاح. من ايام الخديوي صلاح. هش. من ايام الخديوي هش. الارض دي لوحدها تسوى 1.5 مليون وانا ليا التلت، يعني 10,000 جنيه. ها هتخلصي ولا ايه؟ بس انتوا ما تقدروش تبيعوا البيت ده. لا. الا لما تاخدوا راي والدكم. والدنا الله يرحمه مات والشبع موت. ابوكم خصوصي ابو العيله اللي فقد على دورة المواني سنة 51 ما ماتش، حي يرزق. أنا لسه جاية من عنده دلوقتي، ودي صورة الحجة بتاعت ملكية البيت لو كنت عاوزين إثبات. لا 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 لا، ده أنا شم ريحة الكذب على بعد 3 محاكم، دي شغلتي. بقى بعد السنين دي كلها جاية تقولي أبونا عايش بتصوري في التاريخ. يلا اقفل الباب وراها يا واد يا تامر. أنت يا زفت. حاضر. الجميل قال استاذ خصوصي في سفاجة وانا مسافره له بكره الصبح. هعدي عليكم الساعه 9. ها على فكره
هو فعلا محتاج لكم. جميلة مستنيكي من 7. اخرس يا زفت. الحكاية ناقصة نصف. ايوه بس دي معاها صورة الحجة اشحاتة، يعني ده دليل قاطع ومادي على ان الاصل موجود. طب ايه رأيك بقى؟ انا هسافر الرحلة دي علشان اتأكد. احنا هنخسر ايه؟ رحلة مجانية وهو بالمرة هنغير جو انا وانت يا اخويا. ايوه هنفضيك البيت تنظف براحتك، ولو التلاميذ جم حط لهم مية. مية اما تبعت لوسك منك له، انا رجل على رجلك. إذا سمحت يا هانم. هانم؟ أي خدمة مستر خصوصي؟ خصوصي فندي لو سمحت. وخصوصي باشا لو حبيت. ممنون أوي. ما تعرفيش ممكن أشتري هدايا لأولادي منين؟ للكتاكيت الصغيرين؟ لا، للأوز الكبير. من هنا حضرتك. قدك ده عشان تضربه؟ ها؟ خليني اشرح لحضرتك. قدك ده؟ بلاش اشرح لحضرتك. ايه فقت ولا لسه؟ انت متهضاني ليه يا انس؟ لسه اعرف انت عامل دماغ ايه؟ دماغ؟ واعمل ليه؟ ما انا عندي واحده بعد اذنك. يا ده انت فاقد الذاكره خالص. الذاكره هي اللي فقدتني. يا ميرو مفتاح يا حبيبي. ايه ده حريقة دي ولا ايه؟ صدقوا يا عيال لو ابوكوا ساكن هنا ودي شقته يبقى ابن ناس قوي. ايوه انا اذنكم ثانيه اتفضلي.
معقول المناظر دي يبقى لها قبض شكل هنا؟ اشوفه المسه اشمه علي النعم هطلعه بنص الف. وطي صوتك يا صلاح وانت لمي السجاده اللي فردها فوق دماغك دي. انتوا لسه مصدقين ان لكم اب وعايش هنا؟ تقصد ايه يا شحاته؟ ان جميله دي ممكن تكون حاجه وناويه تجندنا؟ تجندنا ولا تجننا؟ بس بقى بلا رساله بقى. انا الفار ابتدى يلعب في عبي. ايه عبك ده؟ اصل اللي اسمها جميله دي اتاخرت قوي. بقولك ايه؟ ما تقوم انا وانت كده نشمشم على ابوك هنا، ها؟ وخليك انت خلي بالك من الطفايه دي. لا يا عم الطفايه ايه؟ خدها معايا وانا جاي معاك وشمشم معاك. طب خلاص امسكي بدي لاخوك. ما تخافيش هو اللي هيعرفنا ضروري. اهو ابوك اهو. لا ما دوش صدقوني هو انا جالي نفس الاحساس وبيدور عليه. بابا 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 يا ماما يا ماما. وحشتوني قوي يا اولاد. لا اكيد الزمن اتغير يعني مثلا دلوقتي اكيد بيقولوها بحركه يعني. وحشتوني قوي يا اولاد. غوري انت هما يلا غوروا امشوا. ماي لافي. انا بقى تعبت نريح هنا شويه. على رايك نريح برها وبعدين نكمل بحث. ده وقته. تامر كويس اني لقيتك لوحدك. ايه ده بالسرعه دي وعجبت بيه؟ طبعا اذنك. تعالي بس بهزر معاك. شايفه اللوحه دي؟ اه انا رسمت كتير قوي شبهها. هما فين؟ ان شاء الله هيتباعوا يا رب. هما راحوا فين؟ مين؟ ليهم على البحر. وما رحتش معاهم ليه؟ لا انا ما اروحش معاهم، انا طول عمري كده لوحدي، هما في وادي وانا في وادي تاني خالص. عارفه اكتر حاجه بتمناها من ربنا ان جدي ده ما يطلعش شبههم، لكن انا زهقت. لا من احد اطمن، هو مش شبههم خالص. وده بقى الموضوع اللي كنت عاوزه اتكلم معاك فيه. ايه؟ بص يا فنان، خصوصي ده بقى حكايته حكايه. ابتدى الموضوع كله واحنا على البحر، لقينا صندوق كده، فتحنا الصندوق. انتوا كنتوا فين يا جماعه؟ ممكن بقى ما حدش يتحرك من هنا لحد ما اجيب لكم باباكو؟ تاني؟ وهتجيبنا مين يا ماما؟ باباكو؟ انا مهيبره على الاخر. احتشم يا انس. بموت في الجنة. يا هاني ما يصحش. يا هاني ما يصحش كده. ايه ده يا خصوص يا فندم؟ جميلة؟ ايه اللي جاب 2005 هنا؟ امال هي جميلة، انا بقى ايه؟ ابوس ايدك يا هانم كفاية كده. طب بوس هنا. صدقيني يا جميلة الموضوع فيه لبس. كويس اني لحقتك قبل ما يحصل قلق. ولادك تحت مستنيينك، عن اذنك. يا جميلة جميلة يا جميلة جميلة جميلة، انت عارفاني كويس. انا مستحيل ما اعرفكش، كنت فاكراك بني ادم. على العموم كل واحد حرف تصرفاته. يا جميلة اسمعيني بس، اللي يحس بانسانه زيك مستحيل يقدر يخونها. نفسي صدقك. صدقيني انا ما بكدبش عليك. على العموم ولادك تحت مستنيينك. يلا ست جميلة جت. فين ابونا ده؟ احب اقدم لكم خصوصي ابو العيلة شحاتة ابوكم. هو فين؟ ما تيجي يا ابني على جنب. مع مين ده؟ هو فين ابونا يا ست جميلة؟ اهو يا ابني اتحرك من هنا شوية. انت ايه؟ خليك حسيس يا جماعة. هو ده ابوكم خصوصي ابو العيلة شحاتة. العيل ده ايه؟ ايه؟ شحاتة. انت جاي تشحت على البحر يا ابني. ايه ده انت بتبص لي كده ليه؟ الله وتربستني كمان. لا في ايه يا عم صلاح؟ لا صلاح مين؟ العب بعيد الله يوصلك. انا مرتبطه بس ممكن افركش. انت حسنيه؟ اه عارف اسمي. مين ده؟ ده تامر ابني. هو ده ابوك، بصوا له كويس. انتوا وحشتوني قوي يا اولاد. اقعد بقى على جنب حياتي النبي تمسكيه في ايدي. لا انا مش عارف اقول ايه الصراحه. العب بعيد يا بابا يا ابني. بابا عيل. بصوا له كويس بس، بصوا له كويس. بص كده مش ده شبه الصوره اللي عندنا في البيت؟ انا زيكم مش مصدق ومش مستوعب. زي ما اتسرق منكم الاب بعطفه وحنانه وحنيته،
اتسرق مني اجمل لحظات ممكن اعيشها مع اولادي. ما تخلصي بقى حلقه الدقن بتاعتك دي، هاتي بلقات عاوز اشيل الكلو اللي في صباعي. كلو ايه وغيره ايه درخه؟ مش حتى انا هتجنن، حد يكون مصدق الهبل اللي حاصل ده؟ لا بقولكوا ايه، انا حالين مش شنطتي واروح بيتنا. اهمادي يا حسنيه، اهمادي يا اختي، انت اساسا جايه من غير شنطه. انا حاسس ان البنت جميله والاخ اللي معاها دول نصابين. بس عارف يا صلاح، لو فعلا زي ما بيقولوا الدم بيحن، انا حاسس ناحيه الولد قصدي الراجل اللي عامل ابونا ده احساس غريب قوي. صدق يا شيخ ان انت بتحس. ايوه ايوه، والا كان جاب الخاتم منين؟ سيبك من الخاتم، حجه البيت معاه. تعتقد يا تامر الاولاد هيفضلوا يحبوني لغايه امتى؟ اقول لك الحقيقه وما تزعلش. قول يا حبيبي. لحد ما تبيع البيت. ابيع البيت؟ هم عايزين ابيع البيت ليه؟ عشان هم الثلاثه مش طايقين بعض، كل واحد فيهم عاوز ياخد نصيبه ويخلع من وش التاني. صح، احنا كل اللي يهمنا الحجه، يطلع ابونا يطلع جدنا مش مهم، احنا بقى نشتغلوا شويه بحلسه على شويه سمع الكلام على شويه طبطبه لغايه ما نرقط منه الحجه ونبيع البيت وكل واحد ياخد نصيبه ونغور من وش بعض. تعجبني دماغك يا شحاته، بالك انت لو جيت معايا المحكمه بالشعرتين البيض اللي عندك دول والبلاطه اللي وسطيهم هتعمل شغل نار قدام القاضي. وهما مش طايقين بعض ليه يا تامر افندي؟ واتحوزوا ومتيقوا بعض ليه؟ عمي صلاح بيقول على بابا انه بيبيع ضميره وبيدي دروس خصوصيه. اجري بقى طالب عندي. وبابا بيقول على عمي صلاح انه بيبيع ذمته وبيشهر زور في المحاكم. الو الروم رمز بعت سكينه حامي يا صلاح. والاثنين بيقولوا على عمتي حسنيه انها نكديه وما بيعيش لهاش جوازات. شفت العيله بقى جدي عيش. يا ساتر، الدرجه دي من الصفاقه؟ صفاقه؟ اه للدرجه دي من الصفاقه. لازم تعاد تربيتهم من جديد. ولد بنت صلاح، يكون في علمكم انا ما بحبش الشقاوه. قبل ما تطلعوا على السرير وتشربوا اللبن عاوزكم تغسلوا اسنانكم ورجليكم، خصوصا انت يا صلاح. والنبي بيتكلم شبه الاطباق. بتقول ايه؟ لازم تسمعوا الكلام والا مش هاخدكم الرحله اللي عاملاها لنا طنط جميله بكره بمناسبه لم الشمل. بابا يبقى هتلاقينا كل يوم يا بابا. حاضر يا حبيبي، بس اسمعوا يا اولاد، اللي مش هيخالف منكم التعليمات هقرطم صوابعه. بابا انا تعبت تشيني. نهارك سعيد يا انسه جميله. نهارك اسعد. انا اسف على التاخير لاني كنت بلبس الاولاد. يلا يا اولاد، النشيد اللي حفظته لكم لابله جميله، 1 2 3 هوبا. يا لما الشمل يا ست الكل، يا ابله جميله نهارك فل نهارك فل نهارك فل. بس بقى اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. حاضر يا ابله. خدوا بالكم من بعض يا اولاد. حاضر يا بابا. صلاح افرض حد من تلامذتي شافني بالمنظر ده اقول له ايه؟ هو في حد من وراء المحمدي هيجي هنا برضه؟ دي السفينه تايتانين. يلا يا ديكوبري. هاي خصوصي، ما نمت كويس امبارح؟ لا. ليه؟ الاولاد؟ الحقيقه الاولاد اتعشوا وناموا من بدري، انما الوحده بتقتلني. الحقيقه جميله. استني. يا بابا، لو تعرفوا قد ايه انا فرحان ان احنا ملمومين النهارده مع بعض. واحنا كمان فرحانين يا بابا. حبيبي تخيلوا اليومين اللي غبتهم عنكم فجأة كده يطلعوا 50 سنة. عديتهم كويس يا بابا؟ يا حبيبي. يعني انت رابط الجرافطة دي من 50 سنة؟ يا بابا. ما تديها شويه بحلاسه يا عيني. بابا يا حبيبي. لو كنت قابلتك في الخمسينات كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت جيت لك تحت الشرفه بين قوسين بلكونه واكتب لك جواب وابعته لك في سلطانيه الزبادي. نقط. جميلة
عيد يا خير صدقني انا بهواك سبب فؤادي وسوري من ديك النهار وانا بستناك نهارك سعيد نهارك سعيد نهارك سعيد يا خيل نهارك سعيد يا خيل صدقني انا بهواك يا سبب سؤالي وزلي من ديك النهار وانا بستناك نهارك سعيد عمتي مال صوتك؟ أنا سلمى. هتكتفني برضه وتقفل السكة؟ حد يسمع الصوت ده برضه ويقفل السكة؟ أنت نمت لوحدك ولا إيه؟ تخيلي بقى إن أنا نمت لوحدي. بجد؟ أنا في 1207. تعال بسرعة. ما تنساش الطربوش. حاضر حاضر. ده انت مين؟ انت مش قلت عايز الطربوش اهو؟ امال فين بقى صاحب الطربوش؟ اهم من صاحب الطربوش الطربوش. جدي انا ما كنتش اتصور ان الطعنة ممكن تجي لي من اقرب الناس ليا. لكن يا جدي خلاص اذا فليكن يا تامر. جدي انت فهمت غلط. جدي اسمعني. جدو انا اللي هقعد جنب الشباك. انت اناني يا اناني. كل حاجه جنب الشباك وتام جنب الشباك وتام جنب الشباك. لا يا عم انت ايه يا اخي انت ايه مولود في علم الكبريت؟ النبي بلاش كبريت وده عشان انا حاسس ان في حريقه هتولع. اه عرفت ليه انا هقعد جنب الشباك؟ ليه؟ عشان ما تخنقش من دخان الحريقه. تعليماتي قبل ما نتحرك: ممنوع التدخين، ممنوع التحدث مع السائق، ممنوع فتح النوافذ، في لجان تفتيش هنعدي عليها، مش عايز قلق. اتفضلوا. يا سلام، يعني هسوق طيارة؟ لا غواصة. المضيفة جوه؟ اه مستنياك. ما لو طويل شوية كنت عملت فيه. جميل. انا مش حابب تكون في بينا علاقة غير شرعية. نعم. اقصد اول ما ننزل القاهرة العامرة كلميني على تلفون تامر عشان اجي اقابل اهلي. مساء الخير. مساء النور. اصحى يا جدي وصلنا. وصلنا؟ جدي ادخل جوه. جدي لا، هي البلد بقت زحمه كده ليه يا تامر؟ هي دي زحمه يا جدي. حاسب يا جدي. دخله جوه. ايه يا عم الاساطير هم الاساطير هم كل دي عربيات يا راجل. كل دي عربيات ايه دي؟ الدنيا رايقه وزي الفل. فله كده رايقه. قول لي صور مين دي؟ دول نجوم بلدنا يا نجم. رمسيس انت مش من هنا ولا ايه يا باشا؟ ايه اللي جابه هنا؟ ادخل يا جدي ادخل بقى. انا مش عارف ايه التوصيله العاوية. يا باشا ما تدخله يا كابتن. يا عم خلاص انزل انت بس ادينا وصلنا. انزل يا جدي يلا. الف حمد لله على السلامه يا بواب. البيت اهو ادخل. يا مسهل يا رب. يا بابا عم صلاح اصحوا يلا انتوا نطوا ولا اي. ياه نورت بيتك يا بابا. بابا نورت بيتك بقى. بيدوا علينا منشورات. اسكت
مش قد الزنا بحى عشان يشتري جرامافون. تمام. طب وفين الصالون المذهب اللي كان هنا؟ اسكت، مش قد اتزنق وباعه عشان يشتري بسطوانات للجرامافور يا عيني. تمام. والشمعدان الفضه؟ اسكت، جدي اتزنق باعه عشان يدفع فاتوره الكهرباء لانه ليل ونهار كان بيسمع الجرامافون، مش ها؟ تمام. والله وفين بقى الجرامافون والاسطوانات؟ جدي اتزنق قوي قوي حبيبي يا جدي، باعهم هما والنجف الكريستال وصندوق الخزين الصدف والعلبة العاد بتاع السواك وسرير النحاس ابو اربع عمدان عشان يشتري له مدفع. ها يا سلام. تمام. لكن خلاص انت وفين مدفن جدكم؟ باع عشان يتجوز بس ما لحقش ومات ودفناه في مدافن الصدى. يا حبيبي يا ابويا تبهدلت. بقولك يا تالي البيت ده لو اتباع هيبقى لك نصيب فيه، هعمل لك الحمل اللي نفسك فيه المعرض عشان تبيع فيه الشخبطه اللي جوه فيه. طب علي النعمه، علي النعمه، انا اشتريت اول لوحه. تامر لا يمكن يبيع بابا ده حبيبي. تامر مع السلامه يا تامر، مع السلامه يا ابني. صراحة ربنا أنا مش قادر أستحمل أكتر من كده. أنا أكتر منك، إحنا فعلا لازم نبيع البيت ده بأقصى سرعة لأن خلاص شكله اتعرف قدام جميع قضاة المحاكم الجزئية وش اتحرق. الله يفحم يا رب. أمال أنا أعمل إيه؟ خلاص ما معيش ولا مليم من جوازتي الأخرانية، أنتوا عارفين كم عفن وسرقني. أيوه. طب والعمل يا كبير؟ لو ما وافقش على البيع نسرق الحجة ونحطه هو في لفة ونرميه قدام ملجأ ونجري. انا حموت من الجوع. هلا انت حاسس بتاع الراجل ابوكو ده؟ مش عايز اي حد يمد ايده. جدي قال ما حدش ياكل لحد ما يجي. يا حبيب جدك. طب اخرس يلا. من زمان ما تلمناش اللمة السودة دي. لا لمت لمت صحيح، بس اقول ايه، حكم القوي. القوي وصل. كيام يا حبيبي. هو تحت كلها قاضي يا ولاد. شايف الابهار بيتعاملوا ازاي؟ الله، ارز ممزوج بالشعرية يخني كساء به لسان العصفور. هناكل في الفصحى بامية ويكا ويكا. غيروها وانت مسافر يا بابا. بابا 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 في ايه يا اسحاق انت؟ حسنية عاوزاك في موضوع. هو لا عاوزك ايه يا حسنية؟ قولي بابا. بصراحة البيت، بص يا حاج، احنا عاوزين نبيع البيت وكل واحد ياخد نصيبه ويتكل على الله. ما تتكلم عن بصراحة ده وقت الفجعة اللي بتعملها دي. شوف يا والدي، انت دلوقتي بسم الله ما شاء الله عقلت وكبرت والشنب خطه في وشك، يعني هتفهمني بسرعه. احنا واقعين قوي، احنا ضايعين قوي. انا رميت لك رمز كده بس انت بتدور على ايه؟ انا بقول لك رميت لك رمز وعدى عليك ما خدتش بالك منه. يعني بيع البيت؟ لا طبعا يا بابا. بيت ايه اللي يبيع يا صلاح؟ ده بيت العزه والكرامه والشرف، بيتنا يعني. بابا يعني لو جات لحضرتك الفرصة تربينا من أول وجديد ممكن تفكر في بيع البيت؟ شفت الحتة الواطية دي؟ بابا أنا تعبت من كتر الدروس وعايز أروح الجنينة. حاضر يا حبيبي هوديكم. يا حبيبي يا بابا. أنا يا بابا مش هتاخدوني معاكم ولا إيه؟ يلا كله كله كله. وجدك وابنك بيعملوا لي إيه كده؟ كله كله برضو. يا سلام يا أولاد، جو بديع أوي النهاردة. قوي يا راجل ارحمنا بقى، احنا اتمرمطنا قوي النهارده. ده انا رجلي فقفقت ودماغي لقلقت ومعدتي زقزقت ومتضايق كده يعني. يا اختي كنت هنسى اعدي على سيد. سيد مين؟ قشطه. امسكوا يا اولاد، جبتلكم غزل البنات. الله ميرسي يا بابا. ايه ده كله هناكله ولا نبيعه ده؟ وانا ماليش غزل البنات يا بابا؟ لا ولا غزل المحله؟
عايزين حاجة تانية يا أولاد؟ عايزين نروح، عايزين نروح. بس يلا يا تامر تعال ورايا عشان نروح نجيب لهم الكارتة. حاضر يا جدي. ماشي يا راجل يا عيل، يا راجل يا عيل. ايه ده؟ تضرب له استاذ عبيطة. بس عبيطة بس حمار حمار بس بس بس. السؤال، كيف نكره أبوكم في البيت؟ كيف تكره أبوكم في البيت؟ كيف تكره أبوكم في البيت؟ أنا أقول الإجابة، حاول الإجابة. إحنا نقطع له لسانه عشان لو حد سأله عن الحجة بالتأكيد ما يعرفش يرد. بالسلامة يا عبيطة. يا حمال، ما ممكن يكتب لهم بإيديه، يبقى نقطع له إيدينه. ها، وممكن يغمز لهم بعينيه. ها صح، يبقى نقطع له إيدينه. كده بابا خلص خالص. ايه الحل يا كبير؟ وادي خريطه البيت. اه صح، هو والله وانا ماشي اهو رايح دورة الميه. انا اللي اخش الاول. تخشي فين انت؟ هو ده حمار، دي اوضتي. اه سبع دورة الميه. تعالوا بقى نجتمع في اوضتي. ايه الزفت ده؟ حتى انت يا جدي هتقول لي زفت؟ بص بقى عشان نبقى واضحين، انا ما عنديش حاجه اعملها في البيت ده غير الرسم. انت بتسمي ده رسم؟ دي جميله. جميله يا موجة الفؤاد، انت تينة غضة الاسنان باسقة قالت لاترابها والصيف يحتضر. في واحد يقول لواحده والصيف يحتضر؟ جايه نهارك سعيد. انا مش عارف مستحملك ازاي دي. عارف نفسي ايه يا واد يا تامر؟ نفسي اشتغل وظيفتي خوجه. بس كده من بكره هملالك البيت عيال. هتتجوز يا تامر؟ تلامذه يا جدي تلامذه. اه بس لازم بقى اسعار رمزيه زي ما انت عايز. ال مين الهانم دي يا تامر؟ دي يا هيفا. شخص اوعى تشتم حد في غيابه. وبعدين مين قالك ان هي هيفا؟ دي واضح انها عاقله ممتازه. طب انا اذنك بقى الموبايل عشان انا خارج. فعلا ممتازه. تامر تامر فين يا اولاد؟ اشحاته تامر. اكيد اول ما هيفوق هيترجعنا عشان نبيع. بص بقى انت عشان مخلوق لازم تخرج وتفرفش. انت هتعيش جو ومفيش بعد كده تيكس. بقول لك ايه، انت مش جدي. انا مش جدك. اسمع بس، فوق ازاي؟ فوق احنا اصحاب ماشي. اه يلا. تاتا بص بقى، اندمج انت وتوغل وانا ثواني وجاي لك. لا ما تقلقش تامر، انا ما اعرفش. تامر تامر ايه
ما بقى ايه بقى اخر. ركزي معايا بقى، الحفلة حلوة قوي قوي. العب 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 يا ليابو، العب 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 يا سيدي، لعيب خريف قوي. العب 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 يا ليابو. انت صاحب ده؟ ايوه كيفك عندي؟ افتح ايدك يا اخي تانية. تامر ده حبيبي، ربنا يخليكوا لبعض. بل بعلول كتير بل بعلول، بعد 10 دقايق رجع لك تاني، فاهم؟ أكيد تهيوات. أنت صاحب تامر؟ أيوه أيوه يا عم. السيجارة دي عالية أوي، خد اشرب، خد نفس اشرب كمان 10 دقايق ورجع لك تاني. اشرب عمليات. جاهز جاهز يا ريس، خف اطلوع. ايه حل انت حلم فخ يا حبيبتي؟ خير يا حبيبتي؟ لا لا خير يا حبيبتي؟ لا ايه يا حبيبتي في ايه؟ مش خير يا بابا. وصلنا ايدين بس لسه الرجلين. قال البيت ده يا بابا بيقع بينهار بينقض علينا، واحنا كلنا هربنا ونجينا بنفسنا الا انت اتهرست تحت الانقاض. ده يا جزم. يلا صلاح ماشي بقى بالطوبة. ماشي بالطوبة ازاي وانا ماسك الخرطوم؟
ماشي لسه مصومة. ماشي بيها ازاي وانا ماسك السلم؟ خير اللهم اجعل الخير ان احنا قاعدين كده قصاد بعض. انا قاعده كده وانت قاعد كده، بس انت حضرتك يا بابا كنت باصص الناحيه دي كده. الله زي ما كنت بتتصور. يا ريت كانت معايا الكاميرا كنت صورت. هي الطوبه فين؟ اهي في جيبها. اهي في جيبك. ايه قلت لك خليها في ايدك. وفجاه المرايه البنور اتكسرت. ماشي ماشي. يا حمار انا حمار يا حسنية. لا يا بابا العفو يا حبيبي، انا قصدي اقول على مش عارفه بتجيلي لوحه في رقبتي كده. معلش يا حبيبتي معلش. معلش ان شاء الله هتعالج ان شاء الله باذن الله. المهم يا سيدي فوتك بقى في النص التاني من الحلم. وانا قاعده كده في الحلم وبتكلم معاك عادي كده، لقيت يا بابا البيت بيبوس. بيبوس البيت بيبوس يا بابا. انا عرفت بيبوس من ايه يا حسنية. تعالى يا حسنية تعالى يا حسنية. المهم البيت يا شحاتة. المهم ابونا بابا. بابا يا رطب يا بابا. بابا بابا جه. بابا جه. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الحمد لله انك خرجت سليم من تحت العضاض يا بابا. المهم يا بابا مفيش اي حاجة خايف عليها، تكون نسيتها يا روح جبالك من تحت العضاض. مفيش انسان يا صلاح في حجة البيت. فين قطع جبهة من تحت النار؟ حجة يا بابا هي اللي هتثبت ملكيتنا في الأرض يا بابا. أيوه. تمام. أيوه. فين تمام؟ يا خرج السطح انسى انسى. أنا داخل أجيب لكم الحجة. فين؟ أنت لا. فداك انا يا والدي، انا عارف الانقاض ومتعود عليها. انا داخل يا ولاد. لا لا طب علي النعمة. ما حد هيرمي نفسه في التهلكة غيري. انا عايز اختم حياتي حلو يا ناس. قولوا الحجة فين؟ الدور الفرصة. قولوا الحجة فين؟ الحجة مفيش شك مجال تحت السرير. يا تامر البلد اتغيرت فعلا. الدنيا كلها اتغيرت يا جدي. يلا بس يا ولا بقول لك ايه بقى، تعالى كده نروح نشتري لنا قميصين على بنطلونين. والله براوي عليك يا ولد تامر، انا كنت عايز فعلا اعدي على فرع السجال. كنت نفسي. لا سيب لنا الموضوع ده خالص وانا هظبطك. ماشي بس يا ريت نقلب طربوش. الا طربوش كله لا طربوش. ما هو ما انت شايف. طب يلا فهمهم هم في الموضوع. مش ده شرابك يا حسنية اللي كان ضايع؟ حرام يا ابن الحرامية. احنا فيه ولا فيه كبير؟ ابوكو اشمعنى ما عندوش نية يبيع؟ تعملوا ايه؟
نورطه في فلوس عشان يبيع. ازاي؟ نعلمه القمار او نخليه يشم. يشم اسرع. لا جدع، هاتولي عريس يتورط في مصاريف الفرح والجهاز. نجيب لك عريس دي اصعب اكتر. ازاي؟ عجبه عريسك قعدوا معانا نتخنق اكتر. لا وانا بتخنق، ما حبش حد يقعد معايا اصلا. طيب اقول لك حاجه، اعمل جنايه يضطر يبيع البيت عشان يدفع لي فلوس الكفاله، ساعتها انا حشر عليك زور وتسجن. صحتها جدع ويعملها. امال تعملها عشان انا مش عارف الراجل تطلع لنا منين. من مثلث برمودا كان زماننا بعنا البيت من الباطن وخلصنا. واحنا لو بعنا البيت بوضع اليد حد هيقول لنا تلت التلاتة كام؟ ها؟ انت قلت ايه يا حسنية؟ بقول لو خلص الشاي مش هعمل لكم تاني. لا لا، انت قلت حاجة فيها بيع. لو بعنا البيت بوضع اليد حد هيقول لنا تلت التلاتة كام؟ هي سوري يا اخواتي. والمشتري موجود تحت ايدي بعديك. وعصاري انت لازم تخلع كده يا شحاتة، ولازم ترد بساخدة يا صلاة. انت اللي ضربت العيون يا ولاد. مش كده، حبوا بعض قصتنا يعلى بالله. يا حسنية، اول مرة تطبطب عليا وتلعب في ودني. اللعبة السقف هي درجتهولي. انتوا حبايبي ولادي، هحلق لمين غيركم؟ ربنا يخلينا لبعض. بس كده بقى يا ولاد، نبيع البيت كل واحد فينا ياخد نصيبه ونغور من وش بعض. ابو قابلوني يا رعاه. لا 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 مين ولا عشان ما اقول لك يا كبير تشتمني. انا ما بقالش، انا مش صاحب من الخشبه. مش هتبقى نفسك مع واحد قليل الادب ولسانه طويل زي فاهم يا حسين. روح روح يا راجل، افهموا بس. يا ساتر يا ساتر، طول عمرهم مخنيه اما وصلوا بامره على الفاضي، حاجه تقرف. شكرا. كده الحصة خلصت، وتدفعوا بقى تمن الحصة الجديدة. يلا يلا. ما تفتح الباب يا زفت. حاضر يا بابا حاضر. يلا حبايب، يلا على جوه، كله على جوه. ازيك يا حبلس، عامل ايه؟ عملت الواجب؟ تمام كله. ايه الجمال والحلاوة دي؟ يا سلام. هاتهم هنا يا زفت. لا خلاص، راح زمنك يا استاذ شحاتة، دول تبع الاستاذ خصوصي. استاذ خصوصي؟ جدك استاذ خصوصي. الدرس ابتدى يا فندم. صباح الخير يا ولاد. صباح. انا هبدأ معاكم النهاردة بدروس التاريخ، وهحكي لكم حكاية الاحتلال البريطاني لمصر، وهمشي معاكم يوم بيوم. بس قبل ما نبدأ، مين عايز نبوت الغفير؟ ومين عايز شيكن فاهيتا؟ مروان خليك انت معايا، ما تسيبنيش لوحدي اعمل معروف. يا عمو ايه هو ده؟ هتحاربنا في رزقنا كمان؟ محدش بياخد رزق حد يا اسطى. يا اسطى شايفني سايق ميكروباص؟ مين يعرف اسم البطل الكبير اللي كان ليه دور في مقاومة الاحتلال البريطاني لمصر؟ ابو تريكا. مالناش دعوة بسواق الميكروباص؟ تعال اقول لكم. فرخة بتأكل ولادها. انا مش عارف احنا بنبني تابلو بره البيت يا شحاته. انا خلاص يأست بالراجل ابوك وده، يأست منه خالص. الراجل ده مش ناوي يبيع البيت، يعني مش هيبيع البيت. ده قلع طربوش وحلق شان ابوه. اه عمل لي فيها روز، قالوا بيدور على شغل كمان. طبعا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ الله سابق الحال على ما هو عليه. طب ليه؟ ما تديني فرصة المرة دي يا كبير. صباح الخير. صباح النور. انا معايا لوحة وعايز ابيعها. معاك لوحة؟ معاك لوحة كده مرة واحدة؟ الله يرحمك يا بيكاسو،
ليه يا عم؟ هو كان بيبالك لحتين لحتين ولا ايه؟ نهايته انسان. ايه ده؟ لففها في ورقة لحمة؟ هو الفن باظ من شوية؟ حرام عليكم. ايه الجمال ده؟ شايف التباين البوهيمي؟ انت اللي رسمت اللوحة دي؟ يا عم اوعى الدودة دي. لا حفيدي. صديقي شاب فنان. واتفر، انا هشتريها منك. انا حاسس ان احنا تقابلنا في حتة قبل كده. لا ابدا، الا بقى لو كنت بتمشي في مظاهرات. لا بتدخل السن. لا بدايه الانجليز. لا الواد اللي شفته فين قبل كده؟ ايه ده، انت لسه ما لقيتيش لوحه على مقاسي؟ بس بقى عرفتيني. قرباك. ايه ده، ايه لوحه ناقصه؟ سبحان يا جدي، مش لاقي لوحه الجليطه. جليطتك اتباعت يا سيدي ب 520 جنيه. تيجي مديهم لي معاك عشان تشجعني وترضيني، بس دول 400. ما انا استلفت منك 120 جنيه عشان اجيب هديه لجميله وانا رايح اخطبها. الف مبروك يا جدي. الله يبارك فيك. على فكره الراجل مستني منك لوحات تانيه عشان تبيعها له. وانا جاهز. تعالى يا رب. اتأخرت ليه؟ انت مستعجل ولا ايه؟ مش في استاذ مستنيك جوه خش؟ اوه يما، ايه ده؟ سلام القول من الرب الرحيم. اوه معذرة سيدتي. في ايه؟ انا السبب في تأخير سمير ولدي. فقد كنت امارس رياضتي المفضلة. انت عبيطة ولا ايه؟ السباحة. يا حول الله يا ربي. اسمي عبد المتعال. ولا يهمني هذا يا أرمل. وأعول سمير ولدي. إيه أصله ده بقى؟ يتيم الأب. يا عيني. توفيت والدته في جماد الآخر من العام الماضي. الحمد لله، أكتر من كده ويسيح ربنا. حسنية شافنا بابا. يا ماما خلي جوه. خلي جوه. بابا كيف حالك يا عمي؟ بسم الله ما شاء الله، انت بتتكلم باللغة العربية الفصحى. ولذلك عينوني مدرسا للغة الانجليزية نظرا لبراعتي في اللغة الايطالية. بقولك ايه يا اشحات؟ نعم. امسك دي كده على ما اروح اجيب زيتين شربات وقمع سكر عشان المنظر كده يبقى. منظر ايه؟ احنا هنتصور بالقمع يا عم، احنا في 2005، الحاجات دي اتلغت. هي كفايه قوي دي. طيب. وعلى قد ما تقدر فوق تحترمني. ما تقولش ان انت ابويا، انا اللي ابوك. ايوه، عشان ما يحصلش لخبطه عند الناس والجوازه تبقى فركش. انت عايز نكذب على الناس من اولها يا شحاته؟ ايوه لازم تكذب. اكذب؟ انت تعقلها. الناس معقول يوافق يجوزوك بنتهم وانت عندك عيل قد انا؟ ما ينفعش. عيل اطلع. يا هانم. وكمان بهديك الشاب كامل مكمل سليم كما عود القصر. 10 صوابع في الايدين، 10 في الرجلين. بالنسبه للنظر والسمع حادي جدا من خار 3 فتحات. خلص يا شحاته، انت بتعمل اعلان عني. تخلص. بهديك شاب في معزه ابويا. في معزه ابني بالظبط. ربنا يحميه ويحفظه. جميله بنتي كلمتني عنه كتير قوي. طبعا واضح انه اخلاق وابن ناس. الله يحفظك يا تيزا. خش في الموضوع بقى يا شحاته. ما تتكلمش من غير اذني، افركش لك الجوازه. ولا يا سلام على التربيه. انت لسه شفتي حاجه؟ ولد متربي. شوفي دي. ولد. حاضر. ولد. حاضر. ولد. حاضر. انتوا هتشتروا الراجل ولا كل الرجال. رجل له ماضي وحاضر ومستقبل، مناضل مكافح نشنجي درجه اولى. هوايته التدبير المنزلي وصيد الانجليز. هتدفعوا فيه كام ده؟ ايه تدفعوا فيه كام دي؟ انا عايز افهم الاستاذ بيشتغل ايه بالظبط. بيشتغلنا؟ قصدي بيشتغل ابونا بعد الظهر. بيشتغل مدرس. ايوه خوجه. خوجه؟ ايوه مدرس خواجه. خوجه. شوف بقى، انا ماليش غير جميله بنتي بعد ربنا. اديني فرصه اسال عليه وبعدين ارد عليك. اوي اوي اوي. اسالي زي ما انت عايزه، بس اطمني مش هتلاقي حاجه في السجلات خالص. ده جاي صدفه وراجع تاني. احنا هندفع مهر 100,000 جنيه.
ده نصيبك في البيت عشان ما تطمعش، وعشان يا هانم ما تقوليش متعذبة لوحدك، هنجيبه هو وجميلة يعيشوا معاكي يعزلوكي براحتهم. ما شاء الله جوز عصافير، انت مرتبطة؟ نعم. لا ما. يا ربي مانجا شايلة فراولة. ما شاء الله. نتكلم بقى في التفاصيل يا طنط. انا كنت بقول للتيزا دلوقتي ان انت بتشرب سجاير قدامي يا كلب. استنى يا خصوص. استنى ايه؟ اخلص. انت ما انتش لاعرف ربيك يا فاسد. هقول لها انا. اسمع يا تيزا، اصل الحكايه حكايه ايه؟ هو ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ مبسوط؟ ما انت لو بتحترم ابوك زي بقيه الاولاد ما كانش ده حصل. مش ده المهم دلوقتي. امال المهم؟ نسينا الحلويات. الحلويات بتاعت الكلب. لحقتي تاكلوا منها؟ ايه اللي انت عملتيه ده يا ماما؟ ده كان هيضرب باباه. هو ده اللي بتحبيه يا جميله؟ ايوه يا ماما بحبه. اديني بس فرصه افهمك. اصل خصوصي ده حكايته حكايه يا ماما. خربتها وارتحت. يا ساتر يا اخي، يعني هو الواحد ما اعتمدش عليك في حاجه ابدا؟ انا برضو اللي خربتها ولا انت؟ كان لازم تعملي فيها اب قدامهم. فايه لو سبت رشه بالسيجاره من باب العنطزه حتى؟ يا اخي احترم فرق السن والجسم اللي بيني وبينك. ولد ايه صلاح؟ الراجل ده بيسمع ايه تحت؟ ايه يا صلاح؟ ده مهندس من التخطيط تبع المحافظه، بيقول ان البيت مش قادر انطهر. انطهر يا صلاح؟ قول يا صلاح، الراجل هيبوس رجلك. قول. بيقول ان البيت لازم ينزال. ينزال؟ هو لو كان جمل كان برك. يعني ايه؟ يعني ولا مؤاخذة يا حضرة، في ناس اشتكوا ان في شروخ وتريح في البيت وهيقع على دماغ اصحابه. هو في ايه يا صلاح؟ ناس مين؟ اكيد زمايله بتوع المنجم. الناس اللي واقع عليهم الخطر، تحطه في البيت عفش، البيت هيستحمل التقل ده ازاي؟ ازاي؟ مين التقيل اللي انت جايبه ده؟ انت عيط عيط وبعدين افهمك. انت جبت الكلام التقيل ده منين؟ ما تخش في اللي انا حفظته لك. خش خش. طيب انا رايي انكم شغلكم مشتري عبيط تدبسوه في شراء البيت ده قبل ما يجيلكوا انذار بالهب. تسلم لمبتك عليا النعمة. الراجل ده بيفهم. طبعا بيفهم يا صلاح. بعدين يا رب في المصيبة اللي الواحد فيها. عجبتك؟ الله عليك، تسلم رجليك. ال20 جنيه الا ربع. عليا النعمة اول ما نبيع البيت هتقوم. لا ال20 جنيه الا ربع يا هبوظ لك السبوبة دي كلها. صلاح ابني مش نصاب يا حضرة، ما دام وعدك ب20 جنيه الا ربع يبقى هيديهم لك. دوم يا صلاح. طبعا صلاح ابني مش نصاب يا حضرة. نعم. ما دام وعدك ب20 جنيه الا ربع يبقى هيديهم لك 50. مش حضرتك عشان المره الجايه. احمد جبت الحاجه الساعه. انا حضرتك انت بدل ابني. انت صوتك عالي. صوت عالي. صوت عالي. مش عارف هنا. مساء الخير يا حسنيه. مالك يا حسنيه؟ عمري ما شفتك قاعدة كده. أيام سودة بنقضيها. طب قوليلي إيه أخبارك؟ أخبار سودة. أما أنا حنت لك حتة حلم يا بنتي حسنية. ما تلاقي حلم اسمه. ما تقومي تضربيني بالجزمة وخلصي. إيه السودة؟ نهايته. خير اللهم اجعله خير. قال أنت لابسة فستان أبيض في أبيض. واقف قدامك حتة فحمة صغيرة وجنبك حتة فحمة كبيرة. كنت نايم في قهوة. قهوة. وبتتزفي. وفجأة الفحمة السوداء الصغيرة تحولت لعيل. يا بابا يا بابا، ايه ايه زفت ايه وعريس ايه وعيل ايه وانا بخلف اصلا اساسا؟ يا بنت تهمني لما اكمل لك الحلم. وانا كنت قاعد في الحلم زي ما انا قاعد معاكي دلوقتي بالظبط. وبضرب رقم من التليفون. وفجأة دخل علينا من الباب ده اهو عريسك. اهي احلام. قومي افتحي يا حسنية. طب مين ده اللي جاي لنا دلوقتي؟ الزفت القرف ده. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ اوقات مش مناسبة خالص. وانا خلصت من همك يا حسنية. دور عليك يا شحاتة. شحتوتي. سيب شحتوتي في اللي هو فيه. مالك يا ابني؟ فيه ايه؟ خلصت يا ابني؟
العمر عدى بسرعة يا بابا. عمر ايه يا شحتوت يا جميل؟ ايه ده بدلعك يا حبيبي دلع قديم اتلغى. ده انا بفكر اجوزك. تجوزني؟ انا لا يمكن اتجوز بعد رئيفة مراتي الله يرحمها. يا سلام، هو ده وفاء الكلام صح. بس انا اعتب عليك، انت ليه ما خدتش رأي بجوازتك؟ اخد رأيه فين؟ انت مش كنت ميت؟ حد يكلم بابا كده يا شحتوت يا جميل؟ وحد يدلع ابنه كده؟ ايه ده؟ ايه الجواب ده؟ اتحلت على المعاش. هايل. عشان نتفرغ للمجموعات الدراسيه اللي بنظمها لك باجر رمزي. انا ما خد كداب. مدام قلت عليا النعمة تبقى كداب. طلع الحجة صلاح. انا ما خدتش حاجة، ما تظلمونيش. ما انت يا ما ظلمت ناس بشهادتك الزور. بس تبت وحرمت، والله تبت وحرمت من اخر علقة اكلتها. وانا تبت وبدور على شغلانة شريفة. ساعدوني وما تظلمونيش، ساعدوني وصدقوني. شحاتة ما يسرقش. اي نعم، هو كان بيمد ايده في جيوب اهالي التلامذة وياخد اكتر من حقه، وكان بيبيع الامتحانات، وكان بيسقط اللي ما ياخدش عنده دروس. لكن ده كان زمان، بس الحمد لله بطلت على ايديك. وتامر سلم نفسه للياس يسرق احلامه، لكن اتعدل وحط رجله على اول الطريق. كله برضاك يا جدي. حسنية، حسنية ما تسرقش. اي نعم هي نكدية ولسانها طويل، لكن مستحيل تسرق الحجة. بعدين انا ما اعرفش مكان الحجة اصلا. يبقى انا يا بابا. كلكم بتتهمون انا. طب ليه؟ ما كلنا كنا عايزين الحجة، مش معنى انا اللي تتهموني دلوقتي. بس حسيت بحسرة اللي بيتهم زور. يعني انت عارف يا بابا ان انا ما سرقتش؟ الحجة اهي، خدوها. عاوزين تبيعوا البيت؟ باعوه وبعدوا عن بعض. اوعى تفتكروا ان انا بطل. البطل زمان هو اللي كان بيهتم باستقلال بلاده، لما البطل دلوقتي هو اللي يقدر يعدي بولاده لبر الامان. برغم كل اللي حصل انا سعيد باللي وصلت له. خلاص يا بابا، مش عاوزين الحجة ولا محتاجين نبيع البيت. كفايه علينا قوي ان انت رجعت لنا وبقيت معانا. I'm
احن من فرقتنا اضعف قوي كل ما احنا بعيد اقوى ثواب لمتنا لو قسيت ايامنا قسيت تايق قدامنا كل ما لقيت في الايد وحبان هنحقق احلامنا مع بعض نحلم سوا من يأسينا فرقتنا كتحت موتنا حوالين بعض بيتنا أحن من فرقتنا أضعف قوي كل ما احنا بعيد أقوى ثواب لمتنا أحن من فرقتنا أضعف قوي كل ما احنا بعيد أقوى ثواب لمتنا لو قسيت أيامنا قسيت تايق قدامنا كل ما لقيت في الإيد وحبان هنحقق أحلامنا مع بعض نحلم سوا من يا سينا فرقتنا كانت حكيمة.